الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا، ثم ما بعد. اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعل لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيء. وكتابك إني اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. وأنا درسك إني صدحات وكبل أبني درسك إني حديثك صدني الشناد يكبل أبني. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب بيان أن الدين النصيحة. Dintu waa nasiixo iyo khayr miidid. Waa qofka oo wixii yani shayga u ku habboon adduun iyo aakhiraba loo sheego oo daacad loo noqdo. Allama Sharif Cabdinuur raximahullaahu tacaala raxmatan waasica, annasiixa markuu sharaxayo wuxuu odhan jiray waa daacadnimo ruuxa qofka in daacad loo noqdo. Xadiisu Jariir ibni Cabdillaahi Albajali radiallaahu canhu قال وحولي بايعت النبي صلى الله عليه وسلم نبيك وحن كل مبايع عوضي على السمع مقل إيه وضاعة أدعيد دادك مدحدة إيه مسؤوليين تائنا مقلو أو أن أدعو كلا الدنبين إيه اسمقل با نبيك صلى الله عليه وسلم كل برلمي فلقنني وحو إيميري وفك إيقلي نبيك صلوات الله وسلام عليه يعني فيما استضعت يعني انت هاد اود انت هاد كاري كارتو نبيك صلوات الله وسلام عليه دادك نحريستي سوحا يعني مركا حاكتو صنية واجباتك يعني اخروح او صميني وحا يكوحر انت الواجب يتعلق بالاستضاع الهي نوحر سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استضعتم فلقنني وحو إيه لقي من نبيك صلوات الله وسلام عليه وأفك إيقلي فيما استضعت إن تاد أود إيه والنصح نصيحه إن لو نصيحه إيه الله خير ميره سمها إيه وناقنا لفره لكل مسلم روح كسته مسلمة إن يعني مركز سمها لفر. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وكدب أمال المالمها كاميدا ayuu adoonkiisii u dirsaday amowlihiisiibuu faras u dirsaday inuu suuqa uga soo iibiyo. Qiimihii bay ku heshiiyeen, waxaa la yidhi waa saddex boqol oo dirham. Markii loo keenay uu ninkii faraska lahaa wuxuu ku yidhi faraskaagu 300 oo dirham waa ka qaalisan yahay, 400 oo dirham inaad ka dhigato kama soo mafiicnaan lahay, hadda sidaad jeceshahay iga dhig buu yidhi. فرسكاغو أفر بقولو درهم واكا قيمة بدنيهاي شان بقولينات كاليغاتو سوما فيعناتين سيدات تعاشاهاي إيغادي بو يولي إلا سيديات بقولو درهم ويسكو غارسي والو ويديو حالي رننكو صدح بقولو بوكوچو غي محادسو غارسي سي قيمها انتالي وحوري بايعتو النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والضاعة فلقنني فيما استضعت والنصح لكل مسلم. إمام مسلم بأورني في صحيحه رقم ككنتني لحد بكورني أخرجه البخاري كتاب الأحكام أي قصص باب كيف يبايع الإمام الناس سيديبا إمام كودتك أولا مبايعوني بلنت أولق لي قاب كيوا لحكن بقول يسلاشا نيشا. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. وحباب يهي يعني معاصد إيمانك إن النسقامس عدين تيديب باب يهي ونفيه يعني إيمانك إن لغن فيه عن المتلبس متك كرد حسقنا بالمعصية معصية كرد حسقنا على إرادة نفي كماله. إيمانك لغن فينيو يدو اللوچي يدو أصل الإيمان إن لغن فينيه وحلو ديد يا أي تحي إيمانك كمال كيسي. قال الإمام رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحولي لا يزني ما سينيستو جوجل داف يعني ما سمييو الزاني متك الزاني جوجل داف كسمينيا حين يزني وهو مؤمن مركو سينيسانيو إساغو مؤمنة أو إيمان كيسو كاملي هاي إيمان كيسو دمسترين ولا يشرب معه الخمر خمر دمتك عبيا حين يشربها مركو عبيا وهو مؤمن إساغو مؤمنة أو إيمان كيسو دمسترين ولا يسرق محضو ولا يسرق محضو أسارق متك توقاهي حين يسرق مركو وحضيا وهو مؤمن إساغو مؤمنة وزاد في رواية كالوحو كسيادي ولا ينتهب مبوب نهبة بوبتان ذات شرف أي ذات غدر غدر يعني مركا صاحبة ويرفع الناس ذاتك أي كرغس وقاضيان إليه حقيس أبصارهم أرقوذ فيها في النهبة شيء اللبوبي يعني شيء قيمة له وذاتك أي فيرنيان يعني مبوب حين ينتهبها مركو بوبيو وهو مؤمن إسادو مؤمنو إيمان كيسو كامل يهي أخرجه البخاري وصوصاري كتاب الأشرب بكصوصاري باب قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان بخاري حكورنا ياه شنكم شنبقل تدباتني يسديد إمام مسلمنا في صحيحه وحكورنا يا رقم كبقلات سيادة لسعوتي التوبة معروضة بعد انتا كقدال توبة دي وحي أخاتي من الله بنيقى يوه قفك مركم معاسي يا كبيرة وكردعه يعني ولي الباب كي توبة وأفرن يهي إنو إلهي أصوى نقض سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون باب بيان خصال المنافق منافقة يعني على مديه سا يأستامها لقوية قانو عدين تيديب باب يحي حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وحول صوبانه أربع أفر من كن فيه روح لحديث أي كسب نادان كان وحو أهانيا منافقا خالصا منافق برحلا ومن كانت روحي أهاتو فيه لحديس خصلة أرن ومنهن كوا كمدا كانت فيه وحاكسغا خصلة أرن ومن النفاق نفاق كمدا حتى يدعها إلى أوكتغو إذا أتوا من هدي لآمنوا خانوا قيامينيا وإذا حدث كذب هدو شيكينينا وبين شيكا وإذا عاهد هدو بلنقلنا قدر وبريا وإذا خاصم هدو دودنا فجر وفاجر نمن سميا حقي أيو كإيشا بادل كنو الليحدا أخرجه البخاري وصوصاري في كتاب الإيمان بكصوصاري باب علامة النفاق علامة النفاق بابك وكهليو رقم كسو دنيا أفراد إمام مسلمنا رقم كنتني سديدا أيو كصوصاري قال الإمام رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وحصو بنها كوري قال وحوري آية المنافق روح منافقة على مديس ثلاث صدحوه إذا حدث كذب حضو شيكين يوغو بين شيكا وإذا وعد حضو بلنك لنا أخلف بلنتي وخلافة أما وقوري لا وإذا تمن هديل آمننا خان وقيامي أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب علامة المنافق أي كسو صاري رقم كصدحية صدنات إمام مسلمنا يعني في صحيحه رقم ككونتوني السقالات نفاق هل كان لغوش يديو نفاق وحوق قيب سما لبا قيبوت قيب حاليها نفاق الاعتقاد أيالي لهذا قيب نوحالو يقانا نفاق العمل نفاق مركا هل كان لشيغي ونفاق العمل ومتك أن دينتك صار باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر وحباب يهي إيمانك يعني حالك عدين تيسا لعدين أيوه
يعني روحة ولالكي كي لهدا مسلم كا كاب يا كافر قال كيو. حديث عبد الله ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي قال وحول أيما رجل ننكست وقال لأخيه ولالك كي لهدا يا كافر قال كيو فقد باء بها ولد المضي كلمة داس أحدهما متكود كلمة دي ميل ما دعيس ميل الآن ما دعيسه يعني وحوي روحني هدو إهل يهين إساقي كردعي هديك لنا كان كلي ديب أغسونق ما قال لما دي با كرد عيسى مفسرين تا يعني حديث كو مركي فسيريا إيا علماء السلف هو حيكو فسيريا وحا كرد عيا قال لما دي ماها إيو أن قصة دي يعني قفكاس مرتبة ديسة إيا شرف ديسة ماشي أو كغد عي دنبيجي كرتي ما يعني أيا دوشي ساحاني. أخرجه البخاري في كتاب الأدب أيكو صاري باب من كفر أخاه بغير تأويل ولكن روحي قال لما كحكم أصدو تأويل يوحو دليشان يا آني تشيرين يعني اللحكون بقول يصدح ببخاري كسو صاري إمام مسلمنا رقم كالإحدانات بكسو صار. باب بيان حال إيماني يعني إيمانك صحالك ونقول يعدين تأذي بباب يهي من رغب الروح كتشيستا عن أبيه أبيه كتشيستا وهو يعلم يسقه ونعي وحاو أبيه وكتشيستنا يا أما أونعي إنه كؤب ترصده أما هو صين يلي يدنم كدريم يا يعني أما وحوي محوها ودريا وحولي هي يعني هدي أد كؤب ترصده وحالغيها وشرفت هذا هي مكان هذا إنه ملك جدعه شقدي سي مهنة دي سو خاصيسة درتي. حديث أبي ذر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم نبي كما قال يقول يسقول ليس من رجل من ما أهان ادعى شيكتي لغير أبيه أبيه عظا نهين شيكتي والحال هو يسقنا يعلمه وأجيهي إلا كفر إلا وحو عي كفر وكر عي كفر هل كلو جيدنا ومعصيه. ومن ادعى روحي شيكتا قوما قوم روحي شيكتا ليس له أنا يقص غنين فيهم لحدودا نصب النصب أنا يقص غنين فليتبوى هديه هدي يرصده مقعده مكان فلجيسة يبوسك وكلي هاي من النار نارته وكلي. إمام مسلم في صحيح كورن رقم كالحدن يكوات أخرجه البخاري في كتاب المناقب باب حدثنا أبو معمر أي قصو صاري. حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وحو نبي كورنيا قال وحو يرى نبي لا ترغبوا هنعينو هكتي سنين عن آبائكم آبياشين فمن رغب الروح كتيستا عن أبيه أبيه الروح كتيستا يعني فهو كفر يعني وكفر معصية إيه دنب إيه كبيرة وين بكور دعاي. إمام مسلم في صحيح كورنيا رقم كالإحدان يلا بعد أخرجه البخاري في كتاب الفرائد باب من ادعى إلى غير أبيه لحكون تضوب قل لحدن يسديد رقم كايوكوس وصاري. حديث سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة قال سعد وحولي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحن كم قلي يقول إسقوله من ادعى روحي شيكته إلى غير أبيه أبيه عدا نهين والحال هو إسقنا يعلم أوجيهي أنه غير أبيه عدا أشيغنا يا إن أبيه أهين فالجنة جنة عليه دشيسة حرام حرام بكت. فذكرته وحان أشيغي لأبي بكرة أبي بكرة أيان أشيغي فقال وحولي وأنا سمعته أدنايا أنينا لبدي ذلك ومقلين ووعاه قلبي يقول ويلي ووحفدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بك حفدي. حديثك قصة لهايو زياد بن أبيه نين لا يرهدو أيا وحالو لوغو مقعدري يعني أنك الأورنجري أبو سفيان بل لوغو أبتري يعني أبي بكر حقه يكول على هاي سعد بن أبي وقاص باكوي لمحاد سميسين وحاد سميسين محويه مركز حديث كان أشيغي. أخرجه البخاري في كتاب الفرائد باب من ادعى إلى غير أبيه لح كنت ضوب قل لحدا يلح رقم كأ
مسلمنا رحنا يصدح بكل وريي باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكي نبي عدينتي سباب يهي سباب المسلم روح مسلم كل عايو أو للا عراتم فسوق ضعك بحوي وقتاله إن للا دقالمنا كفر ومعصي حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحري سباب المسلم روح مسلم كل عايا فسوق ضعك بحوي وقتاله لدقال كيسنا كفر وكفر وكفر دين تلقى بحي ماه ومعصي محايا لي الله بابا ضدك يغو دقال لمي إيمان أصغي وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وات إلهي سبحانه وتعالى غفك قاتلك أها عمدك يأولك عوحود لي قال مركو كور رمي وحولي فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف الإيمان والأخوة الإسلامية أي الله صبي أخرجه البخاري وصوصر في كتاب الإيمان بقصصار باب خوف المؤمن يعني أن يحبط عمله وهو لا يشعر وفك مؤمن كاهين وكعب صدو عمل كيسو إنو برو إساقو أن دريمين باب كاسو قصصار يعني حديث كأفرتني يسديد إمام مسلمنا لحدن يأفر أي قصصار باب لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض لا ترجع هولا بننا وباب يهي بعد أنيق قداشي كفارا كفار ويضرب أقرع بعضكم بركين رقاب بعض برتك لقوره وكقرعه حديث جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صوبنه قال له جرير وحكولي في حجة الوداع حجك سقوتينتا يا مسلمين تأو سقوتين استنصت الناس ذاتك إي آموسي فقال حكوير النبي فقال حكوير النبي صلى الله عليه وسلم على خطبته وشيدنا لا ترجعوا هولا بنينا بعد أن يقضى شيء كفارا قالوا أو يضرب أو قرعوا بعضكم بركين رقاب بعض بركك لقورها أو كقرع حديث كما كان دمينه أيان تلمامي دونا إن شاء الله تعالى معناها كجرة أخرجه البخاري في كتاب العلم باب الإنصات للعلماء علماء إن لو آموسوا أو لو دكتارعيوا وعدك إيوان دا أي شيدنا يان يعني مركا لديستو رقم كحديث كنا وكورنا يا وبقول يكوب يلا باتن إمام مسلم وحكورنا يا رقم كالإحدان يشانات بكورنا حديث ابن عمر عبد الله ابن عمر وحال قوري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحكوري قال نبي ويلكم ورهوغين ويحكم يعني إن شاء الله يتدين تيران يدين لابد ويلكم ويحكم واسكم وهذا يقول هذا ورهوغ ورقوع يعني ورقوب لما أو كلام بلمت وكلمات عربت أفكو ذا إسكري عام بحي وأي كشفر أو أفكو يعني مركا مشهور نقضي أكتو ذا كان نقضي لكن هبار أن لو تشيد انظروا في ريا لا ترجعوا هولا بنينا بعد أن يقضاشي كفارا قالوا ويضربوا أقرعوا بعضكم بركين رقاب بعض بركك لقوره ذا يعني مركا أقرع حديث كان ضمن إمام مسلم في صحيحه بقول لما تنكو رنيا بخاري وحقوص وصالة كتاب الأدب باب ما جاء في قول الرجل ويلك باب كاسوكوص وصالة محال وجه إذا لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض قالها النقلين وحال وجه إذا بقنك قال ذا وحو أخا إن إصلايان وأي إسدلان وليقود أي حلاشدان مارك دقن كودي إيا أفعاشو دي هالصمينينا فعل كودينا هالشبهينا أيال ليه طيب باب بيان كفر من قال مضرنا بالنوء حبابي هاي يعني عدين لعدين ايو قال يعني قال لماذا اما كفر او كردعي من قال روحي لهذا مضرنا وحان لقره بي بالنوء حدق ديرك اما سير مويدو ايانا لقره بي حديث سيد بن خالد الجهني قال وحوري صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بان تجيي صلاة الصبح صلاة صبح بان تجيي بالحديبية ماشى الحديبية اللي لهذا النقو تجيي على إسر سماء يعني على إسر مدر
روب قداشي بونا توجيه ومن الليلة هبينكي أهاديو هبينكي داي فلما انصرف نبي ومركو صلاة دي كبحي أقبل على الناس ذاتك أي صو قابلي فقالوا حولي هل تدرون ماذا قال ربكم ما أكتهين وما تقانين ربيين وحير قالوا حيلا صحابة الله وقال له إيه ورسوله رسول كيسا أي أعلم أوغان شبدا قال له سبحانه وتعالى قال وحيلي قال وحيلي قال سبحانه وتعالى واحد سلغوتسي أصبح وحوابريستي من عبادي أدوم هاي حالو كمدي هاي مؤمن بمد إرهمي إيه وكافر يعني مد إيه كفري فأما من قال روحي مضرنا وانا للروبي وحنا لقو ربي بفضل الله إلهي فضل دي سيدق دي سا إيه ورحمته النحريس دي سا فذلك كاسي مؤمن بي أنيقى أيو إرمي وكافر بالكوكب حدي قنواكو قالو وأما من قال روحي بنوع كذا وكذا حدي نوعا نوعا سها سببت إيه أسبابت حديقها أطيرية بان لقو ربي كي لهذا فذلك كاسي كافر بي وإيه قالوا بي ومؤمن وحرمي بالكوكب حدق أيرمي إلهي سبحانه وتعالى مسبب إساقاء رحمة إيا الرب كان إساقاء بحية وديق إلهي سبحانه وتعالى حقي سكتي مادة لكن أسبابها يعني علامات اللي وهشده واستئناسة وأن قنيا وحل ديدينهاي وحوية وإن سببك يعني هم يعني لقديه مسبب لقديه وإله سبحانه وتعالى فعلك إسق أولها وأدتك إنه رحمة يرب وكورابي غير كي الله نسبي محيط هاي يعني كفر جهل كان لقوت المامي كفر جهل كان لقوت المامي وحوية والنعمة إله سبحانه وتعالى هي جلدي أضمها وأقلي ولا جو كفر يوان أخرجه البخاري هذه لكن يعني مركب أوعي اعتقاديه يعني حدقه إن الرب كيانان حق إلهنا سبحانه وتعالى أنا كائما مثل هذا سيئد قال لما كيانيسا أخرجه البخاري وصوصر في كتاب الآذان باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم إمامك وحوك هرشيسانية وحو قابل يادتك يعني مركب صلاة من أقصر سيديد بقول أفرتني الليح إمام مسلم لو حكوس وصاري تدباتني يكو باب الدليل على أن حب الأنصار من الإيمان وحباب كان الدليل ويهي أنصار إن لا تشعلاده إن إيمانك كمتها وأوصي خزرة منك الأولنشري نبي محمد صلوات الله وسلام عليه السودوي نفي مال بأهري إن دين تألي سبحانه وتعالى أي كرنقته رسولك إنه قوليستو رسالة يا فرنتي أودين خلق يا أوجرسيو إني من كان لتشعلادو إيمانك كم تامر حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي لآية الإيمان إيمانك على مديس يا أستانت لو قرنيو وحب الأنصار أنصار لتشعلادو وآية النفاق نفاق على مديس يا أستانت يا صمد يا تلمنت لو قرنيانا وبغض الأنصار أنصار الله على دوار إمام مسلم في صحيح يقول يا أفر اللواتن البخاري وصوص على كتاب الإيمان باب علامة الإيمان حب الأنصار رقم كتضبيتنا حديث أنس رضي الله عنه حديث البراء البراء بن عاصب القول قال وحولي قال النبي صلى الله عليه وسلم وحولي الأنصار يعني أنصار مركو كور من يوحولي الأنصار أنصار لا يحبهم متشعلاد إلا مؤمن روح مؤمن وإلهي إيمانه بيهم وأنصار عد كلمة شعلات ولا يبغضهم ومعرض إلا منافق روح منافقة ودين تيس إيديان دي ستهن وكجر مويان فمن أحبهم أنصار روحي شعلات أحبه الله إلهي وشعلات يعني ومن أبغضهم روحي وعرضنا أبغضه الله إلهي وعرض أحبه الله إلهي وشعلات أما الدعاء إن لغلقه أحبه الله الله تعلاده ومن أبغضهم روحي أعرضنا أبغضه الله الله أعرضه لما كان شيعة مرك الصبح والبا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ضلع عيني وحكى الشيء إننا نسكدين أهين أياد مرك الدريمس
أخرجه البخاري وصوصري كتاب مناقب الأنصار باب حب الأنصار أيك صوصري إمام مسلمنا تضباطنا يشان رقم كابو كوري باب بيان نقصان الإيمان بنقص الضاعات وحو باب يهي إيمانك إنو كنس قام أيو ضاعدا يعني مرك أي ضاعدو إسلمتو عبادتي سروح مركو يرادو إن إيمانك سينا مرك أو إسلمي حديث أبي سعيد الخدري قال وحو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بصوبحي في أضحى أو فدر عيد الأضحى بصوبحي أم عيد الفدر إلى المصلى مصليه اللي قلت كنا يمشي عيد اللي قلت كنا يبقى صوبحي فمر على النساء دمر كيبو صومر النبي فقال وحو يا معشر النساء دمر ككولا كوديو تصدقنا وحبح صدوي فإني أريتكن وحالي تسيي أكثر أهل النار أهل النار كإن أدو بدنتهين كما عدا النار تقليسين أدو بدنته عيادا بالله عيادا بالله فقلنا وحيدا وبما يا رسول الله رسولك إلهي ومحيته سببت قال وحيد النبي صلى الله عليه وسلم تكثرنا اللعنة اللعنة دا آيات بدسة وحكى الهدي ويدو إلمه دي كورنا سنع الله بهاكويا وتكفرنا العشير ننكنا واتكو كفردان إحسانك إيواناق وإذين قلي آيات كوتي سيارتان أبال كدعمات كسميسة ما رأيت ما نعرق بو نبي قولي من ناقصات عقل عقل قدو كو كنسقان سنيهي إيا ودين دين تودو أي كنسقان سنتهي وأذهب وتكسيم بدن للب رجل نين عقلي الحازمي يو قوان قادشو يو قوصشو الصاحبة من إحدى كنا مدين نين كستا وعقل يو قرشو يحس يمان إلهي سبحانه وتعالى أوسي سيدا مد إذنك إذنك مدى أيوغا قالب نقطو إيسا أرنتا وحلا مدى مان أرق بير نبي صلى الله عليه وسلم واسيدا صو نين كستا أو شرف إيا مرتبة جارينا خوين قيمة لا كدن بيسا نين كستا أو هدي إلهي كورو إيهي نولوشا كد عينا يعني وحا لغي أبا مد نولوشا كد عدي إني نولوشا أي كرتو قلنا وحي لهدي وما نقصان ديننا وأن قرن رسولك إلهي محيته النقصانته دينته إذا كجرته إيه وعقلنا عقل إليه يعني مركا نقصانته كجرته محيته يا رسول الله رسولك إلهي قالوا حولي أليست شهادة المرأة ميانا يهين هوين إذا مرخاتي جيدو مثل نصف شهادة الرجل نينكا مرخاتي جيسا بركيد ميانا يهين أو اللبدي دمره مرخاتي جيدو ميانو هالين أوليجو وأميرا قارا وإلهي سبحانه وتعالى حكم كأحكام تشرعها مركا لإيغو إنتو ذا بذن رقا إيو دمر كوي أسيميه قاعدة نوحوية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن لكن ميلا قارا أو يعني دمر كا رقا مركا لغاك سرسيه أيا جرتا سيدا دحالكي أو كالي هواني ذي وحالغا ديغي يعني إن هالكين وحالك دقي لابد دمرة دفتي ينصيبك أي هلية مرخاتي نينك وحالك دقي يعني لابد دمرة يعني إنا يقول كمان هالكين عقيقة ذي والغشي يعني وحالك دقي يعني لابد ون أي نينك لك دقي كبرينا وحالك دقي خلوا من بالك دقي وما إلا خاص مرك نصوص استغراء يدو قال مرك لو سمي قلنا وحي لهدين بلا نعم قالوا حرف ذلك كاسي من نقصان عقلها عقل إذا نقصان تكجرت درت بالله كبايا قف كله لو الله ما نري حكمة دنا آية داشتيو أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى من دوت هذي هالمانتو يعني وحي مرخاتينا أي يعني كم أكتو تكلئنا الحسوس أليس ميان أهين إذا حاضت مركي حيضو ليجو كيمادو دورة شهرية أي قشو لم تصلي ولم تصوم مدان تكن وأنسو من صومه قلنا وحيدين بلا قال وحيدين فذلك كاسنا من نقصان دينها دين تيدا نقصان تا إيه لمن أشاهك تروا أخرجوا إمام مسلم رقم كتدوات الإسغالات يعني بخاري كتاب الحيد بكسو صاري باب ترك الحائد الصوم
حائضة إيا هوي سونك كتجتان كأي كتجي سو صدح بقولي أفر باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال وحباب يهي أهان شها وعدين لعدين يو أهان شها إيمانك وأهالي أعمال شمتك وفضل بدر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي سئل وحال ويدي أي العمل عملك كيبا أفضل وفضل بدر قال وحولي إيمان بالله ورسوله الله يا نبي سأقول الله رميه أي وفضل بدر قيل وحالي ثم ماذا محاك حقا قال وحولي الجهاد في سبيل الله شدك إلهي أقول له الجمع أي كحقا لإعلاء كلمة الله كلمة إلهي إن يكر نقطه الله سبحانه وتعالى دين تيسو أيسر ريسو قيل وحالي ثم ماذا قال وحير نبي حج مبرور حج لقو باري لما سميه أخرجه البخاري وصوصاري في كتاب الإيمان وصوصاري باب من قال إن الإيمان هو العمل وحير إيمانك إستغى عمل باب كاسو كصوصاري رقم كالحي الله باتنات إمام مسلم بقول صدريشان أيو كصوصاري حديث أبي در أبي در الغفاري رضي الله عنه قال وحولي سألت النبي صلى الله عليه وسلم نبي قام ويدي أي العمل عمل كمد كيبة أفضل وفضل بدن قال وحولي إيمان بالله وجهاد في سبيله رمين الله رمي إيا ألا درتي والله جهاد الله هل قم قلت وحاني فأي الرقاب أدومها يقورها مرك الله في ريو كوديبة أفضل وفضل بدن قال وحولي أقلاها ثمنا يعني متكود أو قالصا حق أي من جهة الثمن حق العك تمر كافيري. طيب يو أنفسها متك أقولنا في سنة أقولنا سن عند أهلها أهل كذا أكتيدا قلت وحنا فإن لم أفعل هدانا صمين سدا بل إيجورا قالوا حري تعين صانعا مت صمين يا أيادك المينس أو تصنع أما وحدو صمينس لأخرق يعني ميت فلكي صميني لكن أن صمين كرين روح يعني من لا يحسن يعني صنعة ولا يهتدي إليها بالير قالوا حرف فإن لم أفعل هدانا صمينا محان صمي يا رسولك إله ودين كري ويو انت صورا تدع الناس دتك أياد كت يعني كتغيسا يعني من الشر شركا أياد دتك كالتغيسا فإنها صدقة تصدق بها على نفسه وصدقه يعني نفت هذا أتكو صدقة دي سطيو ومد هذا يعني هدين نفعي يرديفت هذا قاري واي يعني وإن أضربت هذا كحيستا هدي قلد هذا يقعنت هذا أي قاري واي ومد أضربت هذا كحيس تاسا صدقك أخرجه البخاري في كتاب العتق باب أي الرقاب أفضل لبك الشنب قل يسديد يتوان رقم كأي البخاري كسو ساري إمام مسلم نوحو كسو ساري وقل صدن يتدوب رقم كأبو كسو ساري حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وحين سألت النبي صلى الله عليه وسلم نبي قام ويدي أي العمل أحب إلى الله عملك حق إله سبحانه وتعالى لوجه عليه قال وحين الصلاة على وقتها يعني الصلاة وقت جديد لا تكذب قال وحين ثم أي وحان الهدنا محاك وحقا قال وحين ثم بر الوالدين الله بدأ والد الله صم فلو إحسان كاغو أو غارو هذا الوناكسن أد كولا هذا شو يعني وحادو طريقرتو آد سيسو يعني تادو أي غارو أي كوحيق قالو حي ثم أي محا كوحيق هدنا قالو حي الجهاد في سبيل الله الله سبحانه وتعالى جيد كيس أولو هلقم عبد الله بن مسعود قالو حي حدثني بهن كواسو إيغو ورمي نبي إيشيغي ولو استسدته هدان كسي هذا ضلب لهانا لزادني وإيسياد الله هذانا محاكو حيقة هذانا محاكو حيقة هذان أوران لها نبي وإي كردين لها وإي شيء لها أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب فضل الصلاة لوقتها صلاة وقت جديد لغوتو كذو فضل إيا قيمها أي لذا هاي باب كاسو البخاري كسو ساري رقم كحديث كنا واشان بقول تدبي اللباتن إمام مسلمنا وحاوكو ورنيا بقول صدني صلاة باب كون الشرك شركي أهانشه سباب يهي أقبح الذنوب دنبياش متك أغحن إيا وبيان عدين لعدين أعظمها دنبياد متك أغوين بعده
أي بعد الشرك الشرك كذا. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال وحول سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي محمد بن ويدي أي ذنب أعظم عند الله ذنبك يا أهو إلهي أكتس أقوين. قال وحول أن تجعل لله ندا أن تجعل إنا ديشو لله ألا سبحانه وتعالى إنا ضيشو ندا أي نظيرا ومثيلا يعني وشريكا إنا ضيشو مد إلهي أردك مع البربردكتو وهو خلقك إسابك أبورا فلا تجعل لله أندادا وتأل ليه. قلت وحاني لي إن ذلك أرنك سيلا عظيم وويهي. قلت وحاني ثم أي محاك حقا. قال وحولي وأن تقتل ولدك المهاجة إنا ديشو يعني تخاف أديك وكعب صنايا أن يطعم معك لشركة إن وكل قوته عنتو مهيم. قتل أهلي سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاقين حرورتين هودرين فقر يبسارد دنايس. قتل أهلي سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاقين فقر كبقنا هودرين من نوع وحمركاك وهيستم من نوع مستقبل كيسة المهنة كيف كرتوت را واحد سيسو ما هي سيدي سببت أدودش. قال وحيد قلت وحنا ثم أي محاكو حيقة. قال وحيد أنت الزانية إن أتكسي نيستو حليلة جاريك درسك حاس كيسة إن أتكسي نيستو أي أكو حيقة بير نبي صلى الله عليه وسلم عليه سنادة إيا الدنوب تلقلي إيادو أي كبائر تهي باهدنا كبائر تسيك لوين تهي درسك يميلها اللوم فلان كأن حدا ديب أقول الله بتو دم بيجي وصيل لبتشي بارنيا ساس بنبي وحولي هاي يعني أنت زانية إن أتكسر نيستو حليلة تجارك درس كاجا يعني حاسكيس. أخرجه البخاري وصوصاري في كتاب التفسير بكوصوصاري يعني تفسير سورة البقرة باب قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا أفركن أفر بقول تدباتنا يتدور رقم كأه إمام مسلم وحقوص وصاري بقول أفرتن يكو باب بيان الكبائر وأكبرها دنبي ذكو دواوين يعني عدين لعدين يكو أغسي واوين. حديث أبي بكرة نفع من الحارث قال وحولي قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحولي ألا أنبئكم ميدين كورما يعني ميدين شيقا بأكبر الكبائر دنبي ذكو دواوين ثلاثة صدح جرب النبي يقول قال هو حي لهدين بلى يا رسول الله نعم رسولك إله نوشه. قال هو حي الإشراك بالله إلهي أو الله شرك السمايو الله سبحانه وتعالى أو حقوق ديسة هي عبادة دي سعيدك لله وذا شيء وعقوق الوالدين لبدا والد عاقل لبن نقض وجلس وفرست النبي وكان وحها متكئا متشق ليسن بوا طيب وصوف الاستمرك. فقال وحولي ألا وقول الزور إيا هذا الكبينتا فما زال كمسؤول يكررها إنو سوع العلن حتى قلنا ليته سكت إلا أنو نري نحريس أنو أن حريسان إنو ألا مو إسكاء موسو بسد ووالا فهمي مو إسكاء موسو نبي وحولي ألا وقول الزور وشهادة الزور ور هذا الكبينتا إيا مرخاتيق بينتا إسكاء إلالية هذا الكبينتا إيا مرخاتيق بينتا أيكو العرنية حتى قلنا ليته سكت إلى أن الله دو وفهني مو إسكاء مسلم نبي صلى الله عليه وسلم عليه. إمام مسلم في صحيح بكورا يا بقول أفرتنا يا صدح وقال نوح بكورا يا كتاب الشهادات باب ما قيل في شهادة الزور لا بكون لح بقول كونتنا يا صدح. حديث كان معناها أبا بيستي يترجم دو مضابقين يا حديث أنس بن مالك قال وحولي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا يوحل ويدي عن الكبائر الدنبية وين بل ويدي قال وحولي الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وإلهي والله شرك السمية حق إلهي وليه عدك للولقيبي لبد والد وعقل النقض إيه وقتل النفس يعني النفط إن لديه إلهي ديجيه وكحرمي إيه وشهادة الزوري يا مرقاتك بنت. إمام مسلم في صحيح كورن يقول أفرتنا يا أفر قارئ حكوس وصار كتاب الشهادات باب ما قيل في شهادة الزور
لبكن لحبقل كنتن يا أفر. حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي قل اجتنبوا كديرادة السبع المبيقات تدبد الدنبئة وحلاق إسكا إلالية. قالوا حين يا رسول الله رسولك إلهي وما هن محيه وكوامك واس. قالوا حين الشرك بالله وألي سبحانه وتعالى وحق سعيدك ومخلوق اللولا قيمي إيه والسحر سحرك فلك أما يعني من فلفلوك وقتل النفس إيا النفتي إن لديلو التي تاسو حرم الله إلهي وحرم ليجيدا إلا بالحق حق إن لقو داديوه إيه وأكل الربا ربا دا إن لعنو إيه وأكل مال اليتيم حولها أغانتو لعنو إيه والتولي تيسشو قداشا إيه دبورتا لتيديو يوم الزحفي مالين كعدو ويسكو صوصيقو قال إيه مسلمنا يعني مركا يسوسو دوادان عدو إيه مسلمين تينا أي مركا يسكو صوصيقان وميدان كيلا تاغيه هاي مالين تاين لعرر إيه وقذف المحصنات إيه هاوين إيه دور صونيد أول لقذفو لغوغانو المؤمنات إيه مؤمنات كاهي دو السينا لغوغانو الغافلات إيه هلمان صنيد وحا لغوغانا إيه مركا هلمان صنيد. أخرجه البخاري وصوصر في كتاب الوصايا باب قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا أيكسو صار لبكن تضرب لحدن يلح إمام مسلمنا وحوكورنا يبغل أفرتنش. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال وحول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إليه وحول إن من أكبر الكبائر دمية ذكوة ذكوة وين وحاكم إذا أن يلعن الرجل والديه روح إنه نعضل لبدي سوالد. قيل وحلي يا رسول الله رسولك إلهي وكيف يلعن الرجل والديه ننكو سذيب أن نعضل يا لبدي سوالد. قال وحلي يصب الرجل أبا الرجل ننكو حعايا أما الروح وحعايا روحك لآبه فيصب أباه مركز أبيه عايا ويصب أمه هويدي بعايا فيصب مركز عايا كان كلنا أمه هويدي بعايا رواه مسلم بقول أفرتني الليح وقارن وحقوصه صار كتاب الأدب باب لا يصب الرجل والديه يعني شنكم صغال بقول تضباطني يصدع. باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة روحي لنت أصغوا إلهي سبحانه وتعالى الشرك أن أصمعينين حقوق دا إلهي نعيدك لألقي بنين توحيدك سنة أسافيها جند أيو قلي. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وحولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى وحولي من مات روحي لنت يعني يشرك بالله الله سبحانه وتعالى إسقوا أشرك الصمين يا شيئا شيء إسقوا لو ذاتنا يا دخل النار نار تجلي. وقلت أنا أنقول وحني لعبد الله بن مسعود استنباطا ورك النبي أنقول كفهمي من مات الروح لنت لا يشرك بالله شيئا إسقوا إله شيئا أن كل ما نين دخل الجنة جنة يجلي محيابها إله سبحانه وتعالى جنة سقيم جبدا لقوم تيسنا يوم وحا أقهر توحيدك وأنا أصلك عبادته أي كفر عميسو يعني مرك توحيدك إنو إلاليو عبادته وحي كفر كفر عميه فروع ديسي أو إلاليو وحي توحيدك برين يينا أو إسكا إلاليو. إمام مسلم باب بقول يكنتم كورينيا أخرجه البخاري يعني كتاب الجنائس باب ما جاء في الجنائس ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله كلهم لبن بقول صدني يتضب رقم كابكورنه. حديث أبي ذر رضي الله عنه قال وحولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتاني وحاييمي آت مد إيماني ومن ربي حق ربي إليمي فأخبرني مركاسو إي ورمي أو مس قال وحولي بشرني وإي بشاري فرين أو وضو بشارة أبو إي شيغي أن من مات روحي لنت ومن أمتي أمضى إذا كمدة لا يشرك بالله شيئا شيئا إلهي سبحانه وتعالى أن كل ما ننين دخل الجنة جنة قلي. فقلت وحاني وإن زنى وإن سرق يعني ما حتى هدو السنة يستو أما أو وحد. قال وإن زنى وإن سرق حتى هدو السنة يستو أما أو وحد محايا لواء كبيرة من الكبائر
روحنا تحت مشيئة الله بويا حتى هدي إلهي أعقابه كبائر تاسم مآلا ميشا وكضن بيني سيدا معتقد كأهل السنة والجماعة كمذا واتشندا الله سبحانه وتعالى. أخرجه البخاري في كتاب الجنائس باب ما جاء في الجنائس ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله كن لببقل صدني سديد وبخاري وصحيحي قتل المامي إمام مسلمنا بقول كنتني صدح. حديث أبي در رضي الله عنه قال حل أتيت النبي صلى الله عليه وسلم نبي كان أتغي يعني وعليه دشي سنة وحا أهيد ثوب أبيض مرعد نبي حبنا وهو النائم نسقه هرده ثم أتيته ونؤمي مركه إسكتغي كدبنا وصنق وقد استيقظ إسقه براروي نبي صوته صي فقال حل ما من عبد أدون مجر قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك توحيد كقرة إلى حق لو عابدا إنا نجرين ألموية كدبنا سيدا كردنتا إلا دخل الجنة إلا جنة قلي قلت وحاني وإن زنا وإن سرق محتى هدو سنيستو أما أوحدو قالوا حلو وإن سنا وإن سرق قلت وحاني وإن سنا وإن سرق محتى هدو سنيستو أوحدو قال وإن سنا وإن سرق قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق على الرقم أنف أبي در يعني أبي در سنك جلس بها كوهاتي أبي در هذا قادم وايه يعني يحوي خفك حدين نصوص حتى ويسوي مركا فهم كيس وقادي كروايه مرول بار يعني النص أيها الأخر مرنا يا عقل قال لك أخر مرنا يا حوير مرك النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعوري على الرقم أنف أبي در أبي در سنك جلس سندل بها كوهاتي. وكان أبو در وحوها إذا حدث بهذا حديث كان مركو شيكو قال وحورني وإن رقم أنف أبي در أبو در يعني سنكي سوى يعني هبوره وسنكي قلس بهكو أهاتين ساسو أورني. أخرجه البخاري في كتاب اللباس بكسو صاري يعني باب الثياب البيت بركع العد إن لحده شنكو سديد بقول لحي اللباطن إمام مسلمنا بقول كنتني أفر يعني رقم كأبو كسو صاري والله سبحانه وتعالى أعلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وجزاكم الله خيرا.